بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم وسيلة تعليمية وهطبق عليها نشاط جديد. الوسيلة عبارة عن الكتاب الدوار، والنشاط عبارة عن السلوكيات الصحيحة والسلوكيات اللي هي غير صحيحة. كل الخامات اللي عندي فوم، عندي 4 مربعات بالحجم 25 سنتي، وعندي قطعة فوم تانية هقسمها مربعات بحجم 10 سنتي، وعندي ورقة أعمال أو ورق ملون اللون الاخضر ده، هعمله شكل كده بحيث اجمل بيه الكتاب بتاعي. وعندي الصور بتاعتي انا ملوناها وهنسلفينها مع بعض، جبتها وطبعتها وهنسلفينها مع بعض، تمام. وعندي الخيط الصوف ده اللي انا خيط صوف هزين بيه الاطار بتاعي. اول حاجة هنبدأ بيها، هجيب المربع بتاعي ده عشان نبدأ في عمال الكتاب الدوار. اول حاجة هجي اطبقها كده بالشكل ده كده، تمام، وبعدين اعمله كده يبقى ايه، مربع. يبقى انا هطبقه مستطيل وبعدين هطبقه ايه، يبقى مربع فوق بعضه كده. اضغط عليه جامد كده، اجي عند التطبيق واضغط عليها جامد بالشكل ده. بعد كده هفتح المربع. طبعا هتلاقي ايه، الاطارات بتاعتك متعلمه اهي. هتيجي كده عدلها كده، وتيجي ادي 1 2 3 4، بقى 4 مربعات في بعض اهم. هنيجي هنا هناخد حوالي 2 سنتي من المربع اللي جنب ده، لان ده هنشيله خالص. يبقى كام سنتي؟ 2 سنتي او 3 سنتي، تمام، بالشكل ده. وبعدين اجي اقطع شايله كل الجزء ده، تمام. بقى عندي بالشكل ده. هاجي في المربع اللي انا زودته حته ده واجي عامله مستطيل. اجي عاملاه ايه، اجي تانيه كده بالشكل ده. هو هيبقى متحدد عندك، بالتالي هيبقى سهل معاكي ان انت تعمليه مستطيل بالشكل ده. تضغطي عليه جامد خالص كده. بعد كده هتجيبي الجزء اللي هو الزياده ده اللي انا قطعاه من معاه، وهتيجي موصلاه بالشكل ده كده، تمام، بحيث يركب من ورا، يبقى بالشكل ده كده، تمام. طبعا انا هقطع الحته الزياده دي اللي هي كده، هوصل القطع لحد اخر المربع واجي ايه، لزقاه بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. كده بقى جاهز معايا بالشكل ده كده بعد ما لزقته. لو محتاجة تقفليه طبعا بتدخلي المثلث كده وبيبقى بالشكل ده، بدخلي المثلث جوه وبيبقى بالشكل ده. بعد كده هجيب قطعة الفوم بتاعتي اللي هي دي، واقطع فيها مربع بحجم 10 سنتي. كده بقى جاهز معايا مربع بحجم 10 سنتي، هنلزقه كده. وهاجي اجيب ورقة الاعمال وهعمل منها شكل، اقطعها الاول، اجي جايباها كده، تمام، لها مستطيل وبعدين مربع، واجي واخده منها مستطيل، هاخد منها مستطيل بس، بقيت قطعتها مستطيل وبعدين قطعتها بالشكل ده، بقت جاهزة معايا ازين بيها الجزء الثاني كده. بقى عندي بالشكل ده كده. بعد كده هجيب الاطار وابدا اعمل اطار باللون الابيض، تمام، هحط شمع واحط الاطار بتاعي اللي هو خيط الصوف ده، تمام، اهو
كده جاهز. كمل، هكمل بقى الاطار كله ده ونرجع لكم تاني. انا كده خلاص، انا كده خلاص بقى جاهز معايا كل المربعات بتاعتي، عملتها بالشكل ده وعملت لها الاطار بتاعها كده. ادي واحد، وادي التاني بتاعي، وادي الرابع، التالت، وادي الرابع. عملتهم كلهم بالشكل ده، يبقى بقى معايا اربعة بالفوم، قطع الفوم عملت كل واحد ب من مربع، بقى معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب كل مربع والزقه في التاني، يعني ده هيكون ادي رقم واحد. هجيب شمع، احط شمع هنا واجيب ده واحطه فوق بالشكل ده كده. تمام كده، هكمل التانيين احطهم فوق. انا كده حطيتهم فوق بعض بالشكل ده كده. هبدأ بقى افتح بتاعي، افتح الجهاز الوسيلة بتاعتي كده بالشكل ده كده. تمام اهو، ده الكتاب الدوار بتاعي، تستخدميه تعملي بيه اي نشاط، قصة، سلوكيات، اي حاجة عندك عايزة تقدميها من خلال شكله. جميل خالص وطريقته سهلة. تمام، هو بالشكل ده كده، تقفل كده، تفتح كده. تمام، انا بقى هبدأ احطه على جنب كده، واجيب السلوكيات اللي معايا. انا معايا اربع سلوكيات، اتنين صحيحة واتنين خطأ. عندي الصورة انا لونتها. تمام، انا كده جبت السلوكيات بتاعتي. هنبدأ نجيب اللزق وابدأ اعمل لها سلفنة عشان تبقى الصورة بتاعتي فيها لمعة وكمان تبقى جامدة بالشكل ده كده. تمام، عايزة تجيبي سلفنة هاتي، عايزة تعملي تمام، كله بيدي في الاخر لمعة حلوة وبيحافظ على الصورة ما تتقطعش. بقى عندي الرسومات بتاعتي كلها جاهزة، هقصها، هنبدأ نقصها بالمقص واكمل معاكم. انا كده بقى جاهز عندي السلوكيات بتاعتي بعد ما سلفنتها ولونتها وقصتها بالشكل ده كده. عندي دواير من الفوم، عندي لون لبني واللون الاصفر. تمام، كل اللي عليا ان انا هعمل علامة هنا صح او علامة اكس. تمام، هجيب الكتاب بتاعي وابدأ اقفله كده، واجيب اول صورة بتاعتي واجي لزقها هنا. تمام، حط لها شم واجي لزقها بالشكل ده كده. تمام، واجي جايبه الصفحة التانية نجيب سلوك تاني نجي حطاه هنا شام. كده هكمل تاني والزقهم من الجعتين. انا كده لزقتهم بالشكل ده كل السلوكيات بتاعتي. هجيب بقى الدوائر اللي انا عملتها حرف الاكس، هاجي هنا احط علامة حرف علامة الاكس وعلامة الصح. تمام، وهو هيبص على السلوك ويقول لي السلوك ده صح ولا غلط، وهياخد يعني مثلا ديت بنت بتغسل سنانها يبقى ده سلوك صح ولا غلط، هيجيب علامة الصح ويحطها لي هنا. تمام، يبقى ده سلوك صح. انا هلزقهم بالسكوتش علشان خاطر لما يجي يحركهم تعرف يحركهم. تمام، بعد كده طفل بيتفرج على التلفزيون كتير وقريب خالص، يعني ده معنى كده ان هيوجع له عينيه،
هنحط سلوك علامة الاكس صح وعلامة الغلط والايه والصح. طيب طفل بيتفرج على التلفزيون عينيه هتوجعه، يبقى ده سلوك خطأ، يبقى هيجيب علامة الاكس وحطها هنا بالشكل ده كده، تمام؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده سلوك خطأ، تمام؟ يبقى هو ايه؟ هنحط علامة الاكس، تمام؟ انا كده خلصت الكتاب الدوار بتاعي، حطيت هنا السلوك وهنا علامة صح ولا غلط، وهو هيشيلها ويحطها هنا، ودي برضو سلوك وده كمان سلوك وده كمان سلوك، بقى عندي بالشكل ده كده. كل اللي ناقص بس هعمل اطار بسيط خالص من بره، هنا الاطار، هنا هعمل له اطار واكتب كلمة السلوكيات الصحيحة والخطأ. انا كده عملت له الاطار من بره بالشكل ده كده، وكتبت كلمة السلوكيات، تمام؟ بالشكل ده كده. هنفتحه مع بعض كده، بقى جاهز عندي بطريقة بسيطة وسهلة خالص، اتمنى يعجبكم وتجربوه. اسمه الكتاب الدوار، تمام؟